برجاء وأمان وإيمان، وصلي وأدعو الرحمن، بارك أولادنا وأهليهم، بارك يا ربي وعطيهم، برجاء وأمان وإيمان، أصلي وأدعو الرحمن، بارك أولادنا وأهليهم، بارك يا ربي وعطيهم، املأ قلبي بالقرآن للأبد سلام وخير، وعلم الكل المسلمين في ديننا وقرآننا، نحيا بألفتنا متحدين. By faith and hope and wishes I pray to Allah the merciful, bless our little ones as our parents too. By faith and hope and wishes I pray to Allah the merciful, bless our little ones as our parents do. Fill with the light of Quran forever. عليكم. اسمي خوسيه فاسيو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اسمي خوسيه فاسيو. أنا من المكسيك. أنا ولدت في ليون، وقضيت سنواتي الأولى في ليون حتى سن 11. حتى بلغت 12 من عمري أتيت إلى الولايات المتحدة مع والدي، وقضيت سن المراهقة في كاليفورنيا. ثم أتيت إلى تكساس. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله. قبل الإسلام كنت أظن أني أعيش الحياة، أقضي وقتي وأرتكب كثيرا من المعاصي، وأظن هذه هي الحياة مع الفلوس وأشرب الكحول، وكنت أظن أنها هي الحياة، ولكن في الحقيقة كانت تبعدني عن الصراط المستقيم. إني محظوظ جدا أني اعتنقت الإسلام، لأن كل شيء قد اختلف بعد اعتناق الإسلام، والحياة التي كانت قبل الإسلام كانت حياة كاذبة. الإسلام يعلم كيف حل جميع المشاكل، الأخلاق، أخلاقك في المجتمع،
الإسلام لديه الكثير من التعاليم. الحمد لله، كل الشكر لله سبحانه وتعالى. والقرآن يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شعرت وأنا شاكر جدا لله لوجودي هنا في مسكيت إسلاميك سنتر، فهو منزلي الثاني. وأقول لهم ولأخوتي في المسجد، وأريد أن أشارك إخوتي كيف هداني الله للإسلام. I end up here because الله سبحانه وتعالى هداني إلى هذا الصراط المستقيم من خلال رؤية. All praises to Allah. He guided me to this path through my dreams. سلام خير. أراني الله سبحانه وتعالى الطريق وهداني إلى الإسلام، وأنا محظوظ جدا بمسكيت إسلاميك سنتر، عائلتي الثانية. وسأشارك معكم كيف هداني الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام. هداني الله سبحانه وتعالى في رؤيا رأيتها، الرؤيا الأولى كنت أؤذن للصلاة وكانت صلاة الفجر أظن ذلك، وكانت في المسجد، وكنت على هضبة مرتفعة أو مكان مرتفع أعمل الأذان، وعندما كنت أؤذن نظرت إلى الأسفل فإذا بالعديد من الإخوة يلبسون الثوب الأبيض والسجادة جميلة جدا، فيها مساحة كافية للإخوان، وكانوا يسجدون. بعد الشروق أنهيت الأذان وذهبت إلى مكان آخر على نفس المكان المرتفع، ورأيت أخوات يتحدثن إلي وأنا لا أرى وجوههن، يرتدين النقاب ولم أستطع أن أرى وجوههن. ثم استيقظت، لم أقتنع تماما لحد هذه اللحظة. رأيت رؤيا ثانية، كنت أمشي في الشارع وكان الشارع ممتلئ بكثير من الناس، والشيطان كان يريد أن يضلني ولكن قلت: الله أكبر الله أكبر. ثم ذهب الشيطان. وبعد الرؤية الثانية اتسع صدري وانشرحت نفسي في القدوم إلى المسجد، ولكن لم أكن متمنيا أن آتي إلى المسجد. ومن ثم أتيت، لم أستطع التحمل، ثم أتيت إلى المسجد في وقت الصلاة، ثم أتيت إلى المسجد بعد أن بحثت عنه.
بعد أن بحثت عنه في الإنترنت. الله أكبر الله أكبر. And he let me go. After that second dream, I start feeling this energy inside me, this big oppression on my chest, telling me to come to a masjid. But I was not willing to. I was not willing to. Until one day, I couldn't resist no more. Because it's in the Quran. Allah is... وسبحان الله أتيت إلى المسجد ونفسي تقودني إليه. فأتيت على المسجد ومشيت إلى المسجد وكان أحد الإخوة يؤذن للصلاة، فخلعت حذائي ثم صليت مع الأخوة دون أن أعرف شيئا. ثم أحد الأخوة سألني شيء فلم أجبه لأني لا أعرف العربية. And I came here in the exact time that they was calling the Adhan for all the brothers to come pray. So I came in, I removed my shoes. فسألوني لماذا أنت هنا؟ And I make salat with all the brothers. When the salat was over, they asked me something. فأخبروني لماذا أنت هنا؟ فقلت لهم إنها إرادة الله سبحانه وتعالى، أرادني أن أكون مسلم. فإرادة الله سبحانه وتعالى أقوى مني. ثم نطقت الشهادة، لكن that day I took shahada but okay. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن عيسى رسول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. I bear witness. There is no God. Except one God. Except Allah. And I bear witness. The Muhammad. Peace upon him. Messenger. Of Allah. And Jesus. Messenger. Of Allah. Allahu Akbar. Takbir. ثم عدت بعد يومين لصلاة الجمعة. لذلك اغتسلت قبل أن آتي إلى الجمعة ليكون جسمك طاهر. ثم أتيت إلى صلاة الجمعة ونطقت الجهادة، وأحد الأخوة كان معي، وأخي شهيد. وبعد يومين بعد أن نطقت الشهادة، الله الرحيم لم يجعل أي فراغ في قلبي، وبعث لي التأكيد في قلبي. فقبل أسبوعين أتتني الرؤية التأكيدية. كنت أمشي في الشارع وأنظر في السماء، وفجأة
باب في السماء. وكان مكتوب عليه باللغة العربية. وسألت الناس في الشارع عن معنى الكلام. وسألته عن معنى الكلام فقال ذلك الشخص: هذا سهل جدا، أنا أعلم ماذا تقول تلك الكتابات. تقول الكتابات: في شهر رمضان تفتح أبواب الجنان. فذهبت إلى الشيخ وسألته عما حصل معي، فقال لي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وصفدت الشياطين. The devils are tied up and the doors of heaven are open. And that was my confirmation of the right path. My name is Shahid Azam. I'm one of the administrators. Assalamu alaikum. اسمي شهيد عزام وانا احد المديرين في مركز مسكيت الاسلامي في مسكيت تكساس. في اليوم المذكور لما التقينا في الاخ خوسي كنا لتونا انهينا من صلاة العصر. ورأيت الأخ خوسي لما دخل المسجد بعد الصلاة وجلس، فأنا اعتقدت إنه كان يعني مسلم بس لكن جاي متأخر على الصلاة، فسلمت عليه وخرجت. بعد لحظات بستلم مكالمة من الإمام المسجد بقول لي: تعال عاوزينك في المسجد. فاعتذرت منه قلت له إني مش يعني عندي اجتماع ومش موجود يعني اللي أرجع. فرجع كرر الطلب كم مرة، فاعتذرت منه بعد مرة ثانية. فبعدين حكى لي إنه تعال لأنه الأخ اللي دخل المسجد لتو يعني كان بده يعلن إسلامه وبده يتعلم عن الإسلام. فتركت اللي في إيدي ورحت لعنده. فلما دخل على المسجد هو كان انا اعتقدت انه كان واحد يعني كان مسلم، لكن ما عرفت غير لما بعد ما قلنا انه كان مش مسلم. فجلسنا في نفس المكان هذا اللي احنا فيه وتكلمنا لبعض الدقائق، ويعني بعد لحظات يعني اعلن الشهاده والحمد لله رب العالمين، وقال: لا اله الا الله محمد رسول الله. وهذه الشهادة اللي لازم الواحد يحكيها مشان دخوله في الإسلام. وكانت لحظة سعيدة بالنسبة للجميع. وبعدين يوم الجمعة بعد بيومين أو ثلاثة من أول لقاء التقينا، بعد انتهاء صلاة الجمعة كنا فخورين طبعا احنا بالاخ انه اسلم، وحبينا ان نقدمه للناس نعرفه على الناس، وكانت لحظة سعيدة بالنسبة للجميع. واعلن الشهادة مرة ثانية امام الحشد المصلين، وعملناها بالعربية وبالانجليزي وبعدها قدمنا له هدية عبارة عن تي شيرت من المسجد مكتوب عليها مسلم وفخور، وأيضا مكتوب عليها من الخلف اسم المسجد عنا اللي هو مسكيت إسلاميك سنتر. ومن بعدها يعني أصبحنا أصحاب وابتدأ يجي على المسجد بشكل يومي وحتى بصورة أكثر من الكثير من الناس اللي يعني اللي بيجوا على المسجد بشكل عادي. وساعدناه الحمد لله بأسئلة، وكان أي عنده أي أسئلة أو إشكالات بالنسبة للدين كنا نساعده فيها ونعلمه، وعطنا طبعا أرقام هواتفنا على أساس أنه يتصل فينا في حال كان عنده أي إشكال أو أي سؤال. وأنا محظوظ جدا بوجودي في مسكيت إسلاميك سنتر. وإلى إخواني وإخوتي
الذين يشاهدون هذا المقطع آمنوا أن الله سبحانه وتعالى لديه خطة ولديه قدر لكل واحد منا. فقط افتحوا قلوبكم والله سبحانه وتعالى سيهديكم، وتذكروا دائما أن الله سبحانه وتعالى هو إنه رحيم جدا، بغض النظر عن الحياة التي عشتها في السابق، فالله سبحانه وتعالى بإمكانه أن يغفر لك، فإنه هو الغفور الرحيم. فهذه علامة لك على أن تأتي إلى الإسلام، ولا تخجل ولا تتردد بالسؤال، ولا تتردد بأن تسأل عن الإسلام. سلام خير، سلام وخير وعلم كل المسلمين في دين.